بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أيها الأخوة الأحرار في الجزيرة العربية الحرة، السلام عليكم. حلقة اليوم ستكون بعنوان ما الذي يمنع الديمقراطية في السعودية، مع فيديو مثير جدا للسخرية. الفيديو سيكون مفاجأة، 7 ثواني ستلخص هذه المحاضرة، ولا أعرف هل ستضحكون، هل ستبكون، هل ستندبون، هل ستغضبون، هل ستثورون، والله ماني عارف. سأرى رد فعلكم بعد نشر الفيديو. 7 ثواني ستغير عقولنا وتهزها هزة. إذن الموضوع هذا حول الديمقراطية في السعودية، لكن الآن بما أن الذباب الإلكتروني نزل بكل قوته على صفحتي في اليوتيوب وتعليقات، وهو سأفتح معه حديثا هادئا مع الذباب الإلكتروني، مع الجيش الإلكتروني، إذا شاء حتى مع سعود القحطاني، بكل أخوة وبكل أدب وبكل احترام إخواني من الذباب الإلكتروني. شتمتموني وأنتم تقولون بربر، وكأن بربر أمازيغي شتيمة. أمازيغي يعني الرجل الحر. يغرت الأمازيغي كان يقاتل الأسود وحارب الاستعمار، حارب روما، وحنا بعد وصل بفياله إلى روما. البربر أو الأمازيغي أو رجل الحر هم الذين قاتلوا الاستعمار الفرنسي في الجزائر. معقل الثورة الجزائرية 1954-1962 هي الولاية الثالثة، وقدمت قادة عظام: الداعي حسين أيت أحمد، مصطفى بلعيد، ديدوش مراد، مهندس الثورة الجزائرية عبار رمضان، القبائل والشاوية، هؤلاء الذين تسخرون منهم. لا تحدث عن طارق بن زياد الذي فتح الأندلس. أنتم قلتم، أنتم أيضا إخواني من الذباب الإلكتروني، قلتم أنتم أحفاد الصحابة ونحن أحفاد الفرنسيس الاستعمار. أذكركم أن نحن أحفاد الصحابة. الصحابة خرجوا للفتوحات الإسلامية واستوطنوا في مصر والشام والعراق وشمال أفريقيا وحتى الأندلس. من بقي في نجد وفي قرن الشيطان، ومن أراد أن لا يخرج لهذه الفتوحات. إذن فنحن أحفاد الصحابة، ونحن من حارب الاستعمار الفرنسي. وعلى ذكر الاستعمار الفرنسي، لأنه دائما يقولوا لي أنت سعودية، تقول متخصص، أيضا متخصص في الجزائر، أين الجزائر؟ نعم، اختصاصي 25 سنة في الجزائر، فوعدا حرا أنه سأقدم الكثير من الحلقات عن الثورة الجزائرية. ستشعرون بقشعريرة، ستدمع عيونكم، سنعيد العز والمجد والافتخار للمواطن العربي المسلم والأمازيغي المسلم لما قدمته الثورة الجزائرية. سنخصص لها حلقات، كيف بدأت، أبطالها، كيف تشكلت، إلى آخره. هذا اختصاص، مرة نحكو على السعودية والوهابية، ومرة على الثورة الجزائرية والجزائر وجيش التحرير الوطني والشخصيات التي غيرت تاريخ المنطقة، لأنه هذا اختصاصي كما لاحظتم في اليوتيوب. وضعت عندي كتب بالفرنسية بالإنجليزية بالعربية عن الجزائر، وعندي كتب أخرى كذلك عن السعودية. بالتالي الذباب الإلكتروني أقول له: راك في السابق كنت تدافع عن نايف، كنت تدافع عن الملك عبد الله، وكل مرة تدافع عن شخص. يعني في تونس نقوله الله ينصر مصباح من صباح. صدقوني، لو الحزب الشيوعي السعودي نوجد يحكم غدا الرياض، الذباب الإلكتروني سيرفع بروفايلات حمراء والمطرقة والمنجل كشعار له، وسيصبح ماركسيا لينينيا. لأن هذه مشكلة الذباب الإلكتروني، أنه لا يفكر وإنما يؤمر فيقول ما لا يصدقه هو نفسه. إذن حاولوا إخواني في الذباب الإلكتروني أن تكونوا موضوعيين، أخلاقيين، علميين، ناقشوا الأفكار، مرحبا بالأفكار. محاضرتي هذه في الواقع كلاسيكية، أقدمها في جامعة جنيف كل سنة، هي بالفرنسية، عنوانها ما الذي يمنع الديمقراطية في الوطن العربي ككل، العوائق الإبسيمولوجية لبنية الديمقراطية في الوطن العربي. لكن في هذه الحلقة سأخصصها
للسعودية. وطبعا تعودت في جامعة جنيف، جيت سنة 1994 أننا لا نقرأ من الورق. قانون في جامعة جنيف السويسرية، الطالب المرشح الأستاذ المحاضر مهما كان نوعك، حينما تلقي شفهيا الشيء لا تقرأ من ورق، ممكن تضع رؤوس أقلام مثل ما ضعنا حتى تكون مداخلتك عندها بنية، لكن القراءة لا. أنا أشوف في بعض الأحيان أستاذ محاضرين عرب في جامعات وندوات علمية يأخذ ورقة ويبدأ يقرأ يقرأ، طيب أنت حاضر ليش؟ شري لك تذكرة الطيران وشري لك مش عارف ما أبعث بإيميل أو أبعث المداخلة متاعك مكتوبة وأنت هالأمر. إذا الشفهي هو أن ترفع رأسك وتتحدث مع جمهورك مباشرة وتفكر في نفس الوقت معهم. ثم كما قلت لكم في السابق، نحن نفكر، أنا أفكر لا أمدح ولا أشتم، نمارس عملية التفكير أنا الباث صحيح، لكن المتلقي يفكر معي. والله رأيت تعليقات وأفكار رائعة جدا واستفدت منها، لأن يعني عملية التفكير عملية مشتركة بيني وبينكم. أنا ماني الشيخ وهابي سديسة والآخر العبيكان وافتي، لا لا، هذا تفاعل. التفكير المنهجي هو تفاعل بين ربما أنا محرك هذه الأفكار، لكن أنتم تنقحوها ونجتهد مع بعض لنصل إلى الأفضل. أيضا المحاضرة هذه عادة تدوم ساعة، والساعة الثانية نعطيها للطلبة للنقاش، لكن أصدقائي قالوا لي لا تطل في اليوتيوب ساعة ثقيلة جدا، حاول أقصى شيء 20 دقيقة 25 دقيقة، إذا كان كارثة راي نصف ساعة، وهذا سألتزم به إن شاء الله معكم. بالنسبة للديمقراطية والسعودية والحرية، طبعا نعرف منظمة عفو دولية نشرت تقريرها الشهير The Kingdom of Silence Le Royaume du Silence، مملكة الصمت، لأنه ثم صمت مطلق مطلق. طيب ما الذي يمنع الديمقراطية في السعودية؟ ما هي الأسباب البنيوية الهيكلية التي تمنع الديمقراطية؟ سنقسم العوامل إلى نوعين من العوامل، العوامل الثقافية والعوامل المادية. المادية تدخل فيها الاقتصاد والضرائب، والثقافية تدخل فيها أيضا كل ما هو ثقافي، حتى الدين يدخل في العوامل الثقافية النفسية الأنتروبولوجية إلى آخره. بالنسبة للعوامل الثقافية، ثم غياب الثقافة الديمقراطية، ثم شخصية مهزوزة، ثم شخصية استعبادية، نشر الاستعباد وتنويه به. أرجوكم ستلاحظوا معي، شاهدوا هذا الفيديو، شاهدوا هذا الفيديو معي وسترون ماذا يحدث. إذن فنشاهد هذا الفيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بالله عليكم، ضحكتوا، بكيتوا، غضبتوا، ثرتم، ما هي رد الفعل؟ الشخصية العربية مهزوزة إلى هذه الدرجة؟ يعني هذا الأمير شيخ يلعب البلياردو، الكرة لا تذهب لمكانها، المرمى يجي مساعد ويضعها بيده، يلا وصفقوا صفقوا جميعا. نحن في سنة 2018 بعد الميلاد، أم في سنة 2018 قبل الميلاد؟ كنا نكتبها في تاريخ قام يعني قبل الميلاد. ضحك ها؟ سخرية. طيب تصوروا لو فيديو هذا يشاهدوا صحافي سويسري، عندي أصدقاء كثير منهم ألماني فرنسي، كاتب في الجامعة السويسرية في جنيف، قدم والله يستر دائما يعني، لأن الفضايح تحزن. أنا والله بقدر ما ضحكت في الأول بقدر ما حزنت في الآخر. إلى هذا الحد تصل الشخصية العربية. بالله خليني على فكرة، الشخصية العربية كتاب هام جدا لهشام جعيت، الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، هو الكتاب باللغة الفرنسية ترجمته دار الطليعة مشكورة لترجمة كل كتب هشام جعيت، بحثا في هذه الشخصية العربية الإسلامية. طب هذه الشخصية المسلمة التي تطبق الإسلام، الذباب الإخواني، إخواني في الذباب الإلكتروني، هل تستطيعون أن تعلقوا على الفيديو الذي شاهدته؟ الأمير يلعب البلياردو ومساعده يضع الكرة في الحفرة مكان لأن أخطأت الهدف، علق على هذا المشهد حتى نفهم. ربما لديكم وجهة نظر حتى نفهم ما نتفاعل معها، ربما لديكم وجهة نظر.
هذا ذكرني بقصة أخرى. أنا أطالع كثيرا وكنت محظوظ أنه في قريتي الصغيرة في تونس اليونسكو بنت لنا مكتبة ضخمة، فكنت أعيش بين الكتب. أتذكر في الثانوي بداية شبابي مسرحية شدتني، مسرحية صينية والله نسيت الاسم مؤلفها، لكن شنو المشهد الذي مشدني في المسرحية، لأنه سخرية بشكل فظيع. فتوة صيني تمكن من الوصول إلى الملك، أصبح ملك وهو من الشهرة يعني، وأخذ مالا وأصبحت لديه جواري وأموال وسلطة وبطش، وكان ديكتاتور مطلق يقتل كل من يعارضه ومن يتجرأ على معارضته. في عز مجده وشبابه وقوته وجبروته وجواريه وذهب وأموال وقصور، وهو مرة فكر قال يلزمني أن أكون حكيم، يعني يأخذ شهادة في الحكمة، رتبة علمية في ذلك الوقت مثل الآن واحد يأخذ شهادة في الدكتوراه. فثم أكاديمية الحكمة إن صح التعبير، حكيم صيني حكيم الحكماء هو اللي يعطي هذه الشهادة بعد أسئلة دقيقة وصعبة في الفلسفة في الأديان في الفن في الفيزياء في الكيمياء في النجوم إلى آخره، حتى يصبح حكيم، يعني اللقب العلمي ليس سهلا. فجاء هذا الملك يتبختر معه جنده بالسيوف والخناجر مكشرين عن أنيابهم لحكيم الحكماء، ومصطفين عنده صف من هنا وصف من هناك يعني تلاميذته والحكماء معه. فقالوا اسألني اختبرني اريد شهادة في الحكمة. طبعا حكيم الحكماء خاف، في ماذا سأسأله؟ سأسأله اسأل سؤال حتى يجيبني واعطي هذه الشهادة واخلص من شره ولا سيقتلني. فقالوا له يا مولاي هذا السؤال ان اجبت عليه فستأخذ شهادة في الحكمة وتصبح حكيما مثلنا. قالوا هاتي سؤال. قالوا 5 ضرب 3 كم يساوي؟ الملك قال 25. طبعا حكيم الحكماء امام رواده وطلبته وبقيه الحكماء يعني ما قبلهاش، مثل حط الكره هذه في الحفره وصفقوا عليه. قالوا يا مولاي لقد اخطات، 5 في 3 يساوي 15 وليس 25. قالوا انا اخطات. قالوا تعرف لماذا اخطات؟ لان سؤالك لم يلام اجابتي. اقطع راسه، هذا سالني سؤالا لا يلائم اجابتي، فالخطا خطاك، اضرب راسه اضرب عنقه. فطبعا المسرحيه حتى تبين السخريه والاستهزاء بالنفس البشريه وبالانسان ينصل الى الحضيض الحثيث، لأن الديمقراطيه الثقافه كلتشر كولتور. ايضا سيدنا عمر نبي الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. مشكلة الثقافة في السعودية التي تعارض الديمقراطية وتحارب الديمقراطية أنها ارتكزت على الوهابية. تعرف الوهابية تداوي ببول البعير، العبيكان أعطانا بنظرية الرضاع الكبير وطاعة الأمير. طاعة الأمير هي أهم شيء طبعا، تداوي ببول البعير هذاك واحد ممكن يموت فيها جراثيم، ورضاع الكبير هذيك فضيحة عالمية يعني نكتة ممكن نعملها فيلم للسخرية، لكن أهم شيء طاعة الأمير. ولو أطع الأمير ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، أطعه هكذا أطعه بأي حق. ولي أمري ظل عمره 70 سنة و80 سنة، يجي محمد بن سلمان يقول له يا ولي أمري. احنا في تونس لما الواحد يعمل مشكلة في الثانوي يقولوا له جيب ولي أمرك، يعني أبيك أو أمك. يوصل 18 سنة ما عادش عنده ولي أمر، يصبح حر. في تونس أو في الجزائر سأعطيكم شيء، عندنا لقب واحد، سي فلان، عامل يومي سي فلان، رئيس الدولة سي الباجي سي الحبيب، عبد العزيز بوتفليقة كان اسمه سي عبد القادر أيام الثورة الجزائرية، سي فلان. وأنا أحمد بن بلة التقي بي دائما كل يوم اثنين هنا في جنيف، وسي رياض وسي أحمد إلى آخره، البشير بو معزة كان رئيس مجلس الأمة، وسي البشير وشراك وسي رياض إلى آخره، الدكتور أحمد طالب إبراهيم وزير الخارجية، وسي رياض وسي أحمد إلى آخره. يعني سي تلخص كل شيء، مأخوذة من سيدي، سيدي تخفف تصير سي، كل الشعب سي، من الفقير للغني للكبير للعالم للمثقف. ما عندناش الألقاب، لأن الألقاب هذه يعني مجتمع عبودي هرمي، وربما جت أيضا من منافع الاستعمار الفرنسي، لأنه الثورة الفرنسية عملت المساواة
وايضا في اوروبا كلها كبعضها يعني مسيو سيد فلان، المراه مدام، مهما كنت وزيرا غير وزير، سي لو بريزون سيد رئيس او عامل او فقير او غني، عندك لقب واحد للجميع. وهذه ثقافة سهلت الديمقراطية في تونس أو في الجزائر وفي الدول التي ابتعدت عن الألقاب وتضخيم الألقاب. أنا أشاهد يوميا نشرة الأخبار السعودية، تشوف ثلثيها صاحب السمو الملكي الأمير فلان بن فلان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله معالي الوزير فلان فلان، تشوف ثلثين النشرة في الألقاب. هذا ضد الديمقراطية وتبسيط الأمور. راهو في السويد رئيس الحكومة والوزراء يركبون في القطار درجة ثانية وما ياخذش تاكسي، يحكي وزير خارجية أنا أذهب لمؤتمر أخذ الترام مع الناس المترو وأخذ القطار درجة ثانية. أنا أذهب إلى تونس من جنيف، الوزير السفيرة السويسرية في تونس تركب درجة ثانية، عمرها ما تركب درجة أولى. المهم يقدموا المثال الذي يحتذى. رئيس الدولة هنا في سويسرا راتبه يساوي راتب أستاذ جامعي وربع، هو يأخذ 20,000 فرنك يعني تقريبا 20,000 دولار، وأستاذ جامعي 15,000 دولار. يعني الناس متساوية تقريبا اجتماعيا، ثم لقب واحد مسيو سي، يا سي فلان يا سي علان. حتى في تونس نتذكر لما واحد هكذا يفتخر يحب يقدم نفسه أفضل من غيره، تقولوا من أنت؟ شكون أنت؟ ولد البي. ولد البي هو الملك في تونس، ووقعت الجمهورية في تونس 1957 وزالت الملكية أي البيات. يعني من أنت؟ ابن البي، لأن الناس الكل سي فلان، ما فيش واحد سي أكثر من سي. حتى البيات ملوك تونس، وهذه ربما تكون درس محمد بن سلمان، كان ثم الشرط على كل بيات انهم يحفظوا الصنعة، عمل الى جانب شغله كبي كملك. انت ملك لكن صايغي، انت ملك لكن حدد عن صنعتك حدادة، ملك صنعتك نجارة، ملك صنعتك النقش، ملك صنعتك مزارع، ملك صنعتك طبيب، ملك صنع الى اخره. فدائما يشرط عليهم منذ الطفولة يحفظوا الصنعة. يقول يوم الذي تصبح فيه ملك ماذا ستعمل؟ فكان كل بي عنده صنعة، عنده مهنة أخرى غير مهنة أنه يكون ملك. طبعا الوهابية تعرقل بل تدمر أي نفس ديمقراطي وتحرري في السعودية، لأنها تسخر لترهيب الناس، مثل هيئة هذه الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تضرب في الناس وتقتل في الناس، فهمت الله، وتوظف الإسلام والإسلام بريء وتكفر الناس حتى تخيفهم، ثم مثلا قطع الأيدي. أنا وارث الشريعة الإسلامية، نحن بلد التوحيد، نقطع أيدي. ما تقطع أيدي من؟ الفقراء. من يسرق خبزة، ليسرق 100 ريال تقطع له أيديه، وليسرق 1,000,000 ريال ترقيه، يأخذ ترقية. تعرفوا قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما قال عمر بن العاص: يا عمرو، أن سرق مصري ماذا تفعل؟ لأن عمر العاص كان ولي مصر. قال له: يا مولاي أقطع يدي. رد عليه سيدنا عمر بن الخطاب: والله يا عمرو، لو جاءني مصري واحد وقال لي جعت في مصر لقطعت يدك أنت. صوروا 5,000,000 تحت خط الفقر، يحق لهم أن يقطعوا أيدي كل الملوك وكل الأمراء. على الأقل نعملوا أبديت ميزاجوق تطوير للفقه الإسلامي. من يسرق 1,000,000 ريال أو دولار فما فوق تقطع يده، من يسرق لحاجته لمأكله ملبسه لأطفاله فيعفى عنه. لكن العكس هو الذي يحدث، دائما الفقراء تقطع أيديهم. سمعتوا بأمراء تقطع أيديهم؟ طيب محمد بن سلمان جمعهم فندق راسه وقال لهم بالحرف واحد: فساد والسراق واللصوص على الوليد بن طلال وعلى متعب بن الضر. طيب أقطع أيديهم، لماذا لا تقطع أيديهم؟ لماذا لا تطبق عليهم الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية لا تطبق إلا على الفقراء فقط في مملكة التوحيد. والمسيحية والأناجيل: مسكنا كم فلبيني وجلدناهم وضربناهم وطردناهم. طيب امسك لك كم ضابط أمريكي يلا، أو كم ضابط إنجليزي يلا، وشفناهم في أمسيس هذه قناة فرنسية بين يعيشون في ظهران في القاعدة كما يعيشون في لاس فيغاس، نفس الشيء، الحفلات الصاخبة ويأخذوا صلبانهم أناجيلهم كما يشاءون. عمل معهم شيء. إذن سياسة الكي بمكيالين تفقد هذه الورقة نهائيا أي معنى لها، ونسقط في النفاق المقدس،
وويل للمنافقين ثم ويل المنافقين. نرجع للأمير اللي يلعب البلياردو، الكرة ما تمشيش لهدفها، يأخذها مساعد ويضع حبيدي. هذا هو، هذا يلخص المشهد بأكمله. ثم الإسلام ملكي يا أخي، أنتم تدعون أنك تطبقوا الشريعة، وهنا في المتحدة ومجلس حقوق الإنسان يقولوا لا، نحن عندنا خاصية خاصة، نحن نطبق الشريعة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا أولي عهد، أبو بكر، عثمان، علي كان ملكا أولي عهد. تي دار الندوة في مكة مع قريش قبل الإسلام كان فيها ديمقراطية، وكانت أصوات، كان ثم الأوليغارشية، يعني الحكم الجماعي، ما ثمش ملك واحد. منين جت الملكية هذه؟ جابوها بني أمية من المجوس، خذوها من المجوس، من فارس، شافوا الحكم المجوسي وهو هذا الملك أخذوا. واليوم نظام السعودي ونظام مجوسي، لأنه أخذ ملكية لم توجد في الإسلام. لأن ساعات يقول لهم قالت بسم الله الرحمن الرحيم الآية 34 من سورة النمل، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا. يقول صدق الله العظيم، لا، يقولوا لي هذه على لسان الملكة سباء إلى آخر. طيب يس نتسامح معك. والسنة ألا تقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ملكية في الإسلام، لا وراثة في الإسلام، ما ثمش ولي عهد، لا في عهد الرسول لا في الخلفاء الراشدين. منين جبتوها هذه؟ جبتوها من المجوس. إذن اعترفوا أن النظام السياسي السعودي اليوم هو نظام مجوسي لا أكثر ولا أقل. المشكل أيضا أنه حتى الليبرالية يتم تشويه، يأخذ الليبرالية في السعودية يشوه. أنا شفت جماعة أم بي سي وإلاف دولوا ما هي الليبرالية، عرفها لي. الليبرالية بالنسبة لي هي النفي مش إيجاب، هي السخرية من العروبة، السخرية من الإسلام، السخرية من القدس وفلسطين والضحك عليه، هي تحيا أمريكا وإسرائيل، هكذا هي الليبرالية. أنا عايش في المجتمع السويسري لربع قرن، مجتمع ليبرالي محترم والله، تمشي بريطانيا فرنسا إلى آخره، يعني جوازي سويسرا أيضا محترم في كل مكان. تعيش الليبرالية هذه، توجد المساجد، توجد فيها المعابد البوذية المسيحية بجميع أطيافها إلى آخره. الليبرالية الحقيقية يا جماعة إلاف والأمبيسي وغيرها بتاع مونتسكيو، مونتسكيو يقول إنني أختلف معك في الرأي لكنني أقاتل من أجل حريتك في أن تقول رأيك. هذه هي الليبرالية نحبها، إنني أختلف معك في الرأي لكن أقاتل من أجل أن تكون لك حرية الرأي. شوفوا كم مساجين الآن في السعودية، مملكة الصمت، من جميع الأطياف، كل من يقول لا أو يحاول أن ينقد يدخل للسجن، يوم حتى مدحوا دخلوا للسجن. طبعا أيضا لأن السعودية عندها أموال ضخم، حاول آل سعود أن يميعوا كل شيء، الإسلام والليبرالية، كل شيء تفهوه ويردوه شيء جديد هجين. أعطي ديما أنفلة تو قناة اقرأ، قناة إسلامية تمتلكها صالح كامل، هذا في السجن أعتقد وخرج، وزوجته صفاء أبو السعود. قناة اقرأ بنفس الاستوديو بنفس الكاميرا تتبع قناة ار تي فيديو كلاب، يعني تصوروا الكاميرا تجي نانسي عجرم وهيفا وهبي تكمل وصلات الغنائية بتاع ار تي فيديو كلاب، تخرج يجي الشيخ العريفي يهددنا بعذاب القبر. وهو والشيخ العريفي لما جت مسألة قدس وترامب، شفت صفحته في تويتر والله لحكي عن القدس، يحكي عن الجوارب ويعمل في الاشهار للعود ومش عارف ايش وطاعت ولي امري. يادي راي القدس، ترامب اعتبر القدس قول حتى كلمه، صمت مطلق. قناه الرساله تتبع روتانا سينما وروتانا اغاني وروتانا فيديو كلاب الى اخره. كل شيء هجين، كل شيء يتم تحتيمه حتى لا تحدث ثقافه الديمقراطيه، هذه الثقافه الانسانيه وثقافه الاحترام المتبادل. طبعا يتم من قبل كل السلطات السعودية في إطار مملكة الصمت من منع كل التمظهرات، سواء المجتمع المدني، جمعيات حقوق الإنسان، أحزاب، نقابات، كل شيء ممنوع حرام، ويستخدم في ذلك للأسف الإسلام والقرآن، ويجيبوا الشيوخ وهو دائما أعور أو أعمى مش عارف ليش، معاق بدنيا، ثم يوجهونه إلى آخره، ثم يأتي الجلد والضرب والقمع. تونس
عملت الدستور الأول متاحة سنة 1864 اللي هو عهد الأمان. بلدان عربية كثيرة بدأت برلماتها من بداية القرن العشرين، منها تونس، منها مصر، العراق، سوريا، بدأت برلمانات. يا سيدي تزوير الانتخابات، يا سيدي مرحلة تزوير الانتخابات مرحلة متقدمة في التاريخ البشري. على الظلام الدامس، اليوم تزور الانتخابات، غدا لا تزور الانتخابات. في تونس بن علي كان يزور الانتخابات الرئاسية أو التشريع الرئاسية وحده، أو يفرض على الأقل بالقوة والاستخبارات قوام معينة، لكن النقبات والطلبة إلى آخره والتلاميذ كانت انتخاباتهم حرة وشفافة. جاء اليوم اللي الانتخابات لا تزور. إذن مرحلة تزوير الانتخابات مرحلة متقدمة في التاريخ البشري، مثل مرحلة الرأسمالية رغم بشعتها متقدمة بالمقارنة مع المرحلة الاقطاعية، والاقطاعية متقدمة رغم بشعتها مع المرحلة العبودية، الإنسان عبيد وجوار. لهذا السبب لابد من مثل هذه الثقافة الديمقراطية. طبعا محمد بن سلمان أو آل سعود لما يأتوا إلى الأمم المتحدة هنا في جنيف، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حتى يبحثوا عن حجج لتبرير الديكتاتورية المطلقة، الملكية الاستبدادية المطلقة، يقولوا والله إحنا عرب ومسلمين ومجتمع قبلي وعندنا شأن آخر، نحن مختلفين، مشنا مثلكم، خصوصية محلية. الكلام هذا كل يتضرب بمثال حي. عرفتوا المثال الحي؟ وبجنب السعودية الكويت. الكويت منذ استقلالها وهي ملكية دستورية وأميرية دستورية، برلمان يتشكل يسقط الحكومة، والحكومة مشكلين أعضاء من عائلة الصباح من العائلة الحاكمة، أو بالعكس يحلوا البرلمان والديوانيات والنقاش في التلفزيونات والنقاش في الصحف وكل حيوية إلى آخره. عندها نفس القبائل مثل السعودية، عندها الشيعة مثل السعودية، عندها نفس اللغة نفس العادات تقريبا والتقاليد مثل السعودية، وعضو في مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية، وبجانب السعودية، وكان عبد العزيز السعود عايش أصلا في الكويت قبل أن يدخل الرياض. طيب ما هي ديمقراطية؟ طبعا تنتقد مثل أي ديمقراطية. هنا في سويسرا في الجامعة عندنا أطروحات دكتوراه تنتقد النظام السياسي السويسري، الديمقراطية السويسري، يعني لا تحدث على شيء رو مثالي مطلق وهذا أفضل شيء في العالم، لا هو إنساني قابل ديما للتحويل، لكن نموذج. هذا النموذج الكويتي حطم مقولة والله نحن مجتمع مسلم وشريعة إسلامية وعرب وقبلي ولسنا مثل الآخرين. طبعا هنا محمد بن سلمان أو آل سعود ينفقون مليارات الدولارات على الإعلام ويشترون الصحفيين والكتاب خوفا مما يحدث في بعض التلفزيونات، التلفزيونات الكويتية التي تنقل النقاشات البرلمانية، التلفزيون اليمني الذي كان ينقل الصراعات بين الأحزاب في اليمن، لهذا السبب ربما تم ضربه وقصفه وشراءه ولات فيه. التلفزيون التونسي شاهدوا القناة الثانية التونسية موجودة على نايل سات والعرب سات، تبهذل بحال الوزراء، الكتاب الدولة، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، ظل خايفين، النائب انتخب الشعب يقول ما يشاء ويسخر من الوزير ويسخر من رئيس دولة ومن رئيس الحكومة، ويسخر يعني بمعنى الإيجابي لأنه عنده حجج ويقول ما يشاء. فالمواطن يشاهد ذلك، إيش بينا احنا؟ لسنا بعرب، لسنا بمسلمين. إذن ثم مخاوف من هالتكنولوجيا الجديدة ومن عدوى الديمقراطية. لهالسبب أعرفون السعودية منظمتنا يفوي تتآمر على الديمقراطية التونسية، وما زالت إلى حد الآن تتآمر على الديمقراطية التونسية وتتمنى وأدها وضربها في المهد خوفا من العدوى. المجموعة الثانية من العوامل هي ما نسميه بالعوامل المادية. العوامل المادية طبعا فيها الاقتصاد وفيها كل ما هو مادي، مصالح بزنس إلى آخره، على عكس العوامل الثقافية اللي فيها إذا كل ما هو سيكولوجي نفسي ديني ثقافي عادات تقاليد إلى آخره. طبعا المجتمع السعودي هو مجتمع نسميه مجتمع أو الاقتصاد السعودي اقتصاد ريعي نفطي، يعني الدولة تبيع يومين 10 مليون برميل نفط في العالم، تأخذ بهذه الأموال هي التي تنفق على المواطن. الدولة بين قوسين، فنقول آل سعود، لا محمد بن سلمان، ما عادش حتى آل سعود، سلمان وأبنه يأخذوا 10 مليون، يعني مداخيل 10 مليون برميل يوميا
وينفقوا هم ما يشاؤون على المواطن، ياخذوا ما يشاؤون، يعطوا ترامب الجزيه 463 مليار دولار، 300 مليار دولار هذه السنه الى اخره، هم يتحكمون. فدائما المواطن نحن الذين ننفق عليه. لكن محمد بن سلمان لما يقول له رؤيه 2030 المواطن يدفع الضرائب، هنا تولي حاجه اخرى. تذكروا الهاشتاج الذي خرج من شباب ونشطاء في الجزيره العربيه يقولون ضرائب اذا مشاركه سياسيه، ضرائب اذا مشاركه سياسيه، وهذا حقيقي. لأن الدوله هنا في اوروبا، سويسرا على فكره، سويسرا اغنى 7 مليون ساكن، اغلى من الدوله السعوديه اللي عندها النفط البترول الغاز، ولا هم يحزنون ما عندها شيء. 7 مليون ساكن والدخل يعني عامل المقهى يدخله في 4000 دولار في الشهر. لكن من يمول خزينة الدولة؟ من جايته؟ ثم الدولة تعيد توزيع المال وتعطي حتى الذي لا يشتغل تعطيه مالا، من؟ الضرائب. لهذا أنا أنخب، سأنتخب وغدا سأخذ الورقة التي اختاروا عن انتخابات المقاطعة، رئيس البلدية زوجة صديقي وبعرفها ونتعشى مع بعض، اخترتها إلى آخره، أنا أدفع ضرائبي، إذن أنا أختار من يحكمني. الضرائب تساوي المشاركة السياسية. حتى الانتخابات في بريطانيا قبل ما تصير انتخابات يونيفرسال يعني الجميع يشارك فيها، كانت في اللول ديت القرن العشرين محصورة في فقط من يدفع الضرائب، وثم بعد منعوا حتى النساء وظاهرة النساء والآخرين إلى أن صار يونيفرسال، يعني الانتخاب اقتراع عام للجميع، لكل من يبلغ عمره 18 سنة، غني فقير مرأة رجل لا يهم، ويختارون سلطاتهم المحلية وسلطاتهم المركزية. اذا انت رؤيتك 2030 المواطن يدفع الضرائب في الدوله تريع النفطي، اوكي، لكن نعملوا برلمان وتعددي حزبيه وتعددي نقابيه ونشكلوا الحكومه انطلاقا من البرلمان، انت تبقى شرفي ملكيه دستوري، لان انا ادفع ضرائبي، انت لا تمولني، انا الذي امول الدوله. فمنظومه الضرائب راي معروفه في ادبيات الديمقراطيه، مربوطه جدا بالديمقراطيه، لأن الدولة تمولها الضرائب، فبالتالي من يدفع الضرائب يتحكم. أنا أي شرطي أو ضابط شرطة يقول لك يحب يعني يمارس عليك العنجهية، وطبعا هذا ممنوع، يعني هو أصلا لا يفعل ذلك. أسهل كلمة تقول أنا أدفع ضرائبي، أنا من أدفع راتبك. رئيس الدولة في سويسرا راتبه 20,000 فرنك، أستاذ الجامعة راتبه 15,000 فرنك، يعني فرنك هو دولار، 20,000 دولار مقابل 15,000 دولار، يعني ما الفرق بينهم؟ بسيط جدا، ربع راتب. الوزراء هنا ويذهبون في القطارات درجة ثانية، ويذهبون على الدراجات الهوائية يعني للحكومة. أنا حتى أمشي لتونس دائما، كمرة تركب معي السفيرة السويسرية اللي هي أغنى من السعودية، أحذر، وأغنى من السعودية، لكن ما تعطيش لترامب 400 مليار دولار، تدفع الجزية، أي تركب معي في درجة ثانية، لا تركب في درجة أولى، هذه نفقات زايدة. مرة وزير تجارة وخارجية سويدي في برنامج يقول أنا أذهب محط القطارات أخذ الترام، وعندي اشتراك الباصات واركب قطار درجة ثانية، لأن المواطن مال العام محافظ عليه، أنا راتبي يدفعه دفع الضرائب، فلا بد أن نحترم أمواله التي دفعها لي حتى أعيش. هذه هي الديمقراطية. إذا تحب رؤية 2030 المواطن يدفع الضرائب، إذا ملكية دستورية على الأقل يعني، والشعب اللي يشكل حكومته والبرلمان اللي يشكل حكومته وانت متفرج فقط. يعني اذا تريد المواطن يدفع الضرائب في دولة تنتج 10 مليون برميل ليوميا من البترول. طبعا من العوامل الاخرى التي تمنع الديمقراطية، وهذا نقوله في محاضراتي لاني نشارك الطلبة معي، لما اطرحهم فكروا معي كما الان ايضا فكروا، اثروا هذه الحلقه، هذا البرنامج بافكاركم، لان ثم عمليه ديمقراطيه التفكير ايضا، البث والمتلقي ثم رجع الصدى، فيدباك، انا ابث رساله ثم ياتيني رجع الصدى، ويثروا كثير من المرات. طبعا كما نقول دائما يعني استفيد من ما تقدمونه لي من تعليقات، مش تعليقات الذباب الالكتروني، ذاك والله نزل بشكل للأسف، يعني نتمنى أنه يعملوا دورة تدريبية سعود القحطاني يصير يفكر فعلا يمارس عملية التفكير بدل الشتم والكلام الفاضي وكله. إذن من يمنع أيضا ماديا الديمقراطية في السعودية؟ الغرب الرأسمالي الاحتكاري، الغرب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أوروبا 65 مليون في الحرب العالمية الثانية، هؤلاء البنوك والصناعيين الكبار الذين ممكن يحرقوا العالم بالحروب من أجل ثروته ومن أجل أمواله، يمنعوا
انه تصوروا ديمقراطيه في السعوديه، برلمانيه دستوريه وجمهوريه ديمقراطيه، برميل بترول سيصير ب 1000 دولار. ما هو هوغو شافيز ينتخب، منتخب الله يرحمه يعني، وكان فعلا عربي اكثر من كثير من العرب على الاقل فيما يتعلق بقضيه فلسطين. هوغو شافيز عملت عليه سي اي محاوله انقلاب لانه يامم النفط ولانه يدافع على اسعار مرتفعه في النفط. جت السعوديه غرقت العالم بالنفط حتى تضرب الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الجزائري، الاقتصاد الفنزويلي، الاقتصاد الايراني، كل من يحبوا يرفعوا سعر النفط. فلكن هي تورطت فيه الميزانيه الان السعوديه تورطت في هذه المناوره، هي نتيجه لي في الواقع عقد تاريخي بين الملك عبد العزيز ال سعود والرئيس الامريكي الراحل روزفلت على متن ظاهره الباخره كوينزي في البحر الاحمر سنه 1945. اشنو سيدي الاتفاق؟ النفط بلا حساب يتدفق لي انا اتحكم فيه، مقابل ماذا؟ مقابل حمايه امن العائله، امن العائله ضد من؟ ضد الشعب. يعني انا سي اي و اف بي اي ودوله امريكيه احميك انت يا ابن سعود ضد شعبك ومن يهددك ربما العراق ايران الى اخره كل بعبع المستخدم خارجي، لكن احميك حتى تبقى على عرشك مقابل النفط يتدفق بلا حساب، وهذه القاعده مستمره الى حد الان. وراء الجزية تدفع من قبل يعني مش جديدة، حكاية 400 مليار. لكن ترامب شنو زودها؟ فضح ترامب مشكلته انه مع الاعلام الامريكي والدولة الامريكية العميقة انه يفضح ما يشدش لسانه، يعني يسخر منه وجابز جابز وانت شريت كذا وشريت كذا وفلوس كثيرة وقروشات كثيرة يعطيني وانت بقرة حلوب وسحلبك ولا تمتلك اي شيء، احمق غبي تعطيني مال، هذا شو انت لا تمتلك اي شيء الا المال، شو معنى يعني انت احمق غبي لا تصنع اي شيء لا تنتج شيء الا المال وحتى احميك اعطيني المال. إذن هذا الغرب الاحتكاري الاستعماري يرفض الديمقراطية لما يتعلق الأمر بالسعودية، يقبلها في تونس، يقبلها في دول عربية أخرى، لا تنتج لبنان، لا تنتج بترول، لكن السعودية يحبذ ملكا مستبدا على ديمقراطية جمهورية وملكية دستورية يدافع عن أسعار بترول متميزة. فلكن طبعا الغرب هذا مش كله في الواقع، انا اعيش في الغرب ربع قرن، مثلا النقابات، مثلا منظمه حقوق الانسان، مثلا احزاب الخضر، يساريه اشتراكيين، يرون دائما عندهم نظره نقديه للوضع في السعوديه، لهذا السبب ديما اليمين، واليمين المتطرف هو اللي يعقد صفقات اكثر مع السعوديه، مع السعود اكثر من الاحزاب التقدميه والاحزاب الخضر والنقابات الى اخره، هاو الفنانين وهاي لاي دائما عندهم مقاربه نقديه، لانه يعني الغرب ايضا غربيين، ثم الغرب الانساني الجيد الذي ينتج قيم ثم ويحافظ على القوانين الى اخره، ثم المتغول الصناعات التي تبحث عن الحروب، لكن هم من عام 45 شعفوا يعني ما عملوش حروب على اوروبا، يعني حروب في الدول العربيه، وربما يورطوه في حرب ضد ايران، وهذه حلقة الصورة حلقة كاملة، الرجل ينبهر ببلاي ستيشن يعتقد أن العملية نزهة فيتورط في حرب معي. المهم هذه اليوم المحاضرة حول هل يمكن أو ما الذي يمنع تطبيق الديمقراطية في السعودية، وإن شاء الله الفيديو اللي شاهدتوه المضحك طبعا هذاك في الوسط يكون عبرة ويلخص والله في بعض الأحيان وكاريكاتير وفي 7 ثواني تلخص كل المحاضرة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.